بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على الفاريبلز بس الداتا تايبز بقى، هنزود حاجة بسيطة جدا. التايب كل مكان في الميموري ليه نوع مختلف، يعني تلاحظوا ان النيم اللي كان جواه كلمة عدد ده نوعه سترينج، صح كده؟ وفي عندي سانز اللي هي 5، دي كان نوعها انت اللي هي انتجر اللي هي ارقام صحيحة. فكل مكان في الميموري مختلف عن المكان التاني. الاختلاف ده بسبب ان في انواع، طبيعة الحال انا ممكن اشيل جوه الكوباية، احطه جوه مية، احطه جوه جيبي قلم، احط في الجراج عربيه، لكن عمري ما احط جراج في جيبي او في الكوبايه او الى اخره. فكل مكان بيسيع شيء معين، فبنتعرض لمفهوم اسمه الرينج، حجم البيانات اللي ممكن يشيلها. فالسترنج بيقدر يشيل ايه؟ بيقدر يشيل نصوص تكست، يقدر يشيل نمبرز ارقام، يقدر يشيل سيمبلز اي رموز على الكيبورد، يعني من الاخر اي حاجه على الكيبورد. ما هي الكيبورد عباره عن ارقام وحروف وبعض الرموز. اما الانت هتلاقيه عباره عن 0 ل 9 وايه والتجميعه منهم، يعني اي عدد منهم بس من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رقمين او ثلاثه او اربعه، وشكل زي ما انت عايز تشكيله من الحروف اللي من 0 لايه ل 9. خلاص دي كده الرينج. في حاجه ثانيه مهمه جدا، خد بالك الانواع ديت مش بس سترينج وانت، عندنا نمبرز زي البايت والشورت والانت واللونج والارقام اللي هي فيها كسور زي الفلوت والدبل، وعندنا طبعا الفاريبل اللي هو اللونج، النوع برضه لونج بوليان، وده بيشيل قيمة يا اما ترو يا اما فولس، وعندنا الكاركتر وعندنا الاريز وعندنا السترينج. كل دي انواع من انواع اللي الكوتلين بيدعمها وبيشتغل عليها. تعال بقى نروح مع بعض نشوف مثال على طول على الموضوع دوت. نيجي على الاس ار سي كده اللي هو السورس، ونعمل من فايل وكوتلين فايل كده ونسميه اكزامبل نمبر 4، وندوس على اوكي. ناخد الفانكشن بتاعت المين الجميله دي او من المثال اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بتاع النيم والسانز، وهنقول ايه؟ هنقول هنا النيم بنحط كولن بس كده، كولن نقطتين في بعض ونقول ده سترنج. كده حددنا ان النيم نوعه او حجمه في الميموري بيبقى سترنج. خد بالك الكوتلين ما هو انت ما حددتلهاش، هي بتحاول تحدد من ايه؟ من اول قيمه انت اديتها لها، انت اديتها عادل فهي بتشوف عادل ديت نوعها ايه؟ سترنج، فيظبطها على سترنج. انت اديتها 5 ف5 دي نوعها ايه؟ انتجر والى اخره. فهي بتحاول تعمل انواع البيانات بشكل هي لوحده اوتوماتيك، لكن لو انت حددت النوع بتبقى اسهل طبعا واسرع، لانك انت بتوفر على اللغه ان هي تدور او تحاول تعرف النوع، او لو انت عايز نوع معين هي تغلط فيها وما تغلطش فيه. ما احنا بس زودنا حددنا النوع ازاي؟ بعد فار واسم الفاريبل بنحط كولون وايه؟ والنوع. تعال نعمل فاريبل تاني كده مثلا ونسميه مثلا ايدج، ونقول والله الايدج دوت نوعه هيكون على سبيل المثال انت من انواع الكوتلين انت. وبعدين خالص في الاخر هروح اعمل الايدج بتساوي واحطه جواه قيمه ما مثلا 35. يبقى انا عرفت لوحده واديته قيمه لوحده، خلاص كده فهمنا الفكره. ممكن اعرف الفاريبل اعرفه كنوع وبعد كده استخدمه فيما بعد او احط قيمه فيما بعد ليه. الحاجات دي ما كانتش تنفع لو انت قلت فار الايدج وما قلتش نوعه، الكلام ده ما ينفعش لو انت ما حددتش النوع. هو نافع هنا ليه؟ لان يعني احنا محددين النوع فوق فعملنا ديكلير فوق وبعد كده بنعيد استخدامه تحت. لكن لو انت هتعرف فاريبل من غير ما تحدد نوعه يبقى لازم تعمل له انيشاليز، يعني لازم تحدد له قيمه مبدئيه، لازم نحدد له قيمه ايه؟ قيمه مبدئيه. يعني لو احنا جينا عملنا فار ايدج كده وبعد كده قلنا ايدج بتساوي 35 واطبع، هنا هتلاقي ايرور قال لك يا باشا انت لازم تديني نوع يا تنشلايز، يعني تنشلايز تديني قيمه مبدئيه، لان لو اديتني قيمه في الاول انا هعرف النوع ايه فمفيش مشكله انا كده. لكن لو ما تدينيش قيمه وما تدينيش نوع يبقى انا ولا عرفت النوع ايه ولا مديني حاجه اقدر ايه اقدر اتعرف عليها. يبقى احنا كده ما نقدرش وي كان نوت ايه وي كان نوت يوز كلمه فار بدون ما نحط لها يا اما انيشاليز او ايه او نحدد لها تايب. تمام، يبقى ما نقدرش نعمل فار ايج لوحدها كده من غير ما نعملها انيشاليزيشن او من غير ما نحدد ايه ما نحدد نوعها.